وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. دكتور يحيى، يعني بعد التحية، أهمية انعقاد هذا المؤتمر الأول من نوعه على أرض مصر، والذي يضم عددا كبيرا من المشاركين، سواء كانت شركات متخصصة في صناعات الأدوية أو حتى من العقول العلمية الكبرى بالقارة الإفريقية. الحقيقة أهمية المؤتمر ده حاجتين. نمرة واحد هو إن مصر من حقها إنها تعرف العالم أجمع وبالذات أفريقيا ما وصلت إليه في المرحلة الأخيرة من نظم تشخيص وعلاج الأمراض وتصنيع وتأفيد بعض الأدوية والأمصال في قلب العاصمة الأفريقية. نمرة اثنين إن هذه الدول اللي هيجيلها خبر أو تعرف ماذا صنع مصر، من حقها على مصر ان مصر تنقل لها او تساهم معها في نقل التجربه المصريه الى هذه الدول. وده دور مصر قديم في كل المجالات، مش طب بس. يعني كانت مصر رائده، وبالتالي هي طول عمرها بتنقل تجربتها في اي شيء لاخواتها سواء العرب او الافارقه. طب دكتور يحيى، يعني اليوم تابعنا الإشادة الخاصة بالدكتور هارفي أولتر، وهو الحائز على جائزة نوبل في فيروس سي أو في علم الفيروسات، حينما أشاد بالتجربة المصرية الملهمة بمواجهة والقضاء على فيروس سي. كيف قرأت هذه الإشادة، وأيضا أهمية أن يكون هناك متابعة دولية للنظام الصحي المصري بشكل أساسي؟ حضرتك الفيروس سي ده كان بجميع المقاييس كارثه، وكانت كارثه في العالم كله، كانت انتشاره في مصر اكثر كارثيه، وكانت مصر هي الدوله الاولى في نسبه انتشار المرض. وهذا المرض كارثيته انه مش بس انه صعب، انه ما كانش له علاج فعال، كان العلاج الموجود غالي الثمن، يؤخذ لفتره طويله، مضاعفاته قد تكون اكثر من فوائده، وغير مضمون الجوانب، وما نقدرش نجيبه. فكانت الحقيقه انه يطلع دواء بالفم، ومصر ليها دور كبير فيه، عدى في اربع مراحل. صحيح. اولا كل ما الدواء كان بيطلع كانت مصر اول دوله بتجيبه، دي نمره 1. نمره واحد لما طلع وكان غالي الثمن قوي بحوالي 10,000 دولار، اللجنه القوميه سافرت وقدرت انها تخفضه وتاخده ب 100 دولار للشهر الواحد. يعني بيتكلف 300 دولار وهو بيتكلف 30,000 في كل الدول. صحيح. وبالرغم من هذا المبلغ بالنسبه لعدد ما طلبنا من الناس انها تتقدم، المرضى نوعين، النوع الاول اللي هو عنده العيا وعارف لانه عنده اعراض، دول كانوا حوالي 1,000,000 انهم يتقدموا على الشبكه النت يعني عشان يتسجلوا، فاكتشفنا انه كان اللي بيتقدم في اليوم حوالي 200,000. صحيح. لانك عشان عاوز تعالج وبسرعه، ما كلهم مرضى، ما فيش حد اولى من الثاني. فكنا بنضطر نحط اولويات غصب عننا، الكبير قبل الصغير، العيان قوي قبل العيان، ولكن ده مش حل. فالرئيس قال لا، كله يتعالج. فعشان كله يتعالج المبلغ كان مهول. انا ما اقدرش ادفع 10,000 جنيه كل واحد من دول في شهر، ما ينفعش حتى بعد التخفيض. وبالتالي كانت النقطة الهائلة هي نمرة واحد، انه الرئيس سمح بتصنيع الدواء في مصر. صحيح. وده كان في نهاية 15، والدواء اتصنعه، وبالتالي بقى سعره العلاج كله 1,200 جنيه. صحيح. وبالتالي استطعنا في سنة 16 ان احنا نعالج 800,000 مريض. صحيح. 800,000 مريض. صحيح. لدرجة ان دبليو اتش او احتلف سنتها في اخر يوليو بعلاج اول 1,000,000 من فيروس سي، كان 830,000 منهم مصريين. من صحيح. طبعا انجاز ما سكتش عن كده، قال لك الله، طب اللي مش عارفين دول انا اعمل فيهم ايه؟ ما انا عايز بالظبط كده، انا فاكر حرف في ايده وانا عايز اتخلص من عيادة خالص. صحيح. يبقى اذا اللي ما يعرفش احنا اللي نروح له بقى ونعرفه ان عنده، بس قبل ما نعرفه ان عنده نقدم له الدواء، عشان انا قاعد في حالي انت جاي بتقول لي انت عيان لازم توفر لي الدواء. صحيح. يعني هو بكل المقاييس انجاز طبي ضخم وحدث طبي فريد يعقد لاول مره في القاره الافريقيه وتستضيفه مصر. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه.